بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ مع بعض Chapter 7 اللي هو Classification of Robots and Their Geometries، وبنتعرف على Learning Outcomes. فبيقولي Identify the different type of robots and appreciate the differences between them. Recognize the need for different drive system in robot applications. Understand the various types of robot geometry available. تعال نشوف احنا هنعمل الكلاسيفيكيشنز بتاعتنا ازاي. فبنقول ايه the robot classifications، هنقسمهم الى 5 اقسام. القسم الاول هيبقى ايه classification by arm configuration. احنا عندنا احنا زي ما قلنا ان الروبوت هو الدور الاساسي اللي انا هشوفه بيعمل ايه بيه، اللي هو ايه الموشن. فبيقول لي الارم كونفيجريشنز هتعمل ايه، الشكل اللي هتعمله الارم كونفيجريشنز. يبقى رقم 1 ليه الارم كونفيجريشن، عندي 5 تايبس اوف ارم كونفيجريشن. عندي كارتيزيان، وعندي سلندريكال، وعندي بولر، وعندي سكارا، وعندي اللي هو الجوينتد ارم. خلاص، يبقى دول اللي الكلاسيفيكيشن باي ارم كونفيجريشن. بعد كده عندنا كلاسيفيكيشن باي كنترولر. هنقسم الروبوت، يعني انا اقول ايه، عايز اقول لو جيت مثلا ارجع تاني النوع الاولاني يقول لي ايه this is cartesian robot this is cylindrical robot، يبقى انا هقدر اعرف الروبوت عن طريق الموشن اللي هو في النوع الاولاني. طب في النوع الثاني classification by controller، ان انا according الكنترولر اللي مشغل الروبوت اقدر اقول ايه ان ده point to point او ده continuous وهكذا، نقدر نقول ايه بالكنترولر. وclassification by power supply، نوع الباور سبلاي. احنا عندنا هنشوف ان احنا في عندنا pneumatic power supply، وعندنا electric، وعندنا hydraulic. فده نقول ايه hydraulic robot او pneumatic robot او electric robot. وبعدين نيجي تصنيف رقم 4 اللي هو ال LERT، ده abbreviation for linear extensional rotational twisting. يبقى نقول ايه على حسب عدد الحركات التي يستطيع ان يفعلها الروبوت، فبنعرف عليها اللي هو ايه according to the LERT system. اخر تعريف، اخر classification هو ايه classification by generations، وده طبعا احنا بالفعل شرحناه في الشابتر الماضي. بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، نراكم إن شاء الله في مقاطع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.